بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو الحماسي بتاعنا النهاردة مختلف تماما، لأنه حقق لنا هدف كان يعني صراحة وصل بينا الحال إننا نحس إن هو حاجة شبه مستحيلة. خامة الفينيل التي تقبل الطباعة، طباعة السبليميشن، طبعا دي حل كبير جدا، كويس جدا 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 لكل الناس اللي خارج القاهرة واسكندرية، لانه بعيد عن طباعة البرنت اند كات وعن طباعة الدي تي اف والدي تي جي. الجميل كمان انها ممكن تكون متفوقة عنها، لكن كانت المشكلة ان مفيش حد عاوز يتبنى الموضوع ويستورد لنا الخامة. الجديد معانا ان معانا خامة فينيل بتقبل الطباعة السبليميشن زي ما احنا شايفين. طبعا انا قمت بالطباعة قبل الفيديو للتأكد من جودة الخامة، وان شاء الله هنبدأ نخوض التجربة مع بعض مرة تانية. خليكم معنا لآخر الفيديو. دي الصورة بتاعتنا اللي احنا هنطبعها، طبعا هي نفس الصورة اللي انا طبعتها على التيشيرت، هكررها مرة تانية. عامل انا استروك اسود على اساس ان انا بساعد الكتر بلوتر في التعرف على الحواف بتاع الصورة. هنحفظ الصورة، انا طبعا حافظها قبل كده لكن زودت الاستروك شوية، فهقوم بحفظ الصورة مرة تانية دلوقتي. احفظها باي اسم، مش هطبع من على الفوتوشوب، هطبع من على برنامج الخاص بالكاتر بلوتر. بالنسبة للكاتر بلوتر الصيني انت بتطبع عادي خالص من الفوتوشوب، وبعد كده الصورة دي هتحولها لشيب اسود. يعني بعد ما هتطبع هنشوف دلوقتي. طبعا انا كده حفظتها اهو. لو انا هطبع بكاتر بلوتر عادي الصورة دي بحولها لشيب اسود. بعد ما هطبعها الاول على الكاتر بلوتر على الطبعة هحول الصورة لشيب اسود بالشكل ده كده، واتأكد من الدوائر، اتأكد من مساحة الدايرة. لو انا عايزها مثلا 9 × 9، 6 × 6 وهكذا. وبعد كده الصورة دي احولها لشيب باكتر من طريقة، ممكن ادخلها على الكورل درو واحولها لشيب، واحولها للصيغة الخاصة بالكاتر بلوتر بتاعي زي مثلا بي ال تي بالنسبة للكاتر بلوتر الاتش بي جي ال. لكن انا طبعا هعملها على كاتر بلوتر كاميو، فمش محتاج اعمل الموضوع ده. طبعا انزل الصورة وهفتح التطبيق بتاع كاميو. دي الصورة اللي انا عملتها قبل كده، هبدأ التخلص منها. هقول له اوبن، هجيب الصورة، دي الصورة الجديدة. طبعا انا عامل ملف هنا A4، هصغر الملف ده. طبعا انا حافظها كبيرة بس عشان الريزوليوشن بتاعها يفضل عالي اهو. دي حوالي 5 × 5 × 2.5، هذا 10 × 12 لا كتير، 4 × 2.5 ب10، 8.5 ل 4 2 10 كده، دي 10 × 10، 10 × 10 شكلها صغير. طيب هنا انا كاتب لي احنا عاملين بورتريت 8 × 12 لتر، خلاها A4 اهو. فالمفروض لو دي 10 سنتي، دي حوالي 7 سنتي أو 8 سنتي، تبقى كده كده كويس. الصورة دي هديلها امر برنت، كنترول بي امر برنت، وهطبع بالطبعة بتاعتي الابسون البريفرنس، اخليها كواليتي هاي، اخليها ميرور، اضغط اوكي، اضغط ابلاي، اضغط برنت.
طبعا الطباعة بتاعتنا هتبقى ميرور، الطباعة بتاعتنا هتبقى ميرور. بعد كده نفس الصورة هقطعها بالكتر بلوك، خليكم معايا. بعد ما طبعنا الصورة هنبدأ دلوقتي بتقطيع الكتر بلوتر. هاجي هنا على تريس اللي هي العلامة زي رسمة الفراشة دي بالنسبة للكتر بلوتر كاميو، هضغط على علامة تريس وابدأ احدد على الصورة كلها كده بالشكل ده. وبعد ما احدد على الصورة هقول له تريس اوتر ايدجز، يعني انا عاوز اعمل تريس للحدود الخارجية فقط. لو انا عملت تريس اللي هي الاولى هيبدأ يقطع الحدود الخارجية ويقطع حوالين الصورة ويقطع كل الأجزاء اللي فيها كونتراست ما بين الألوان، لكن أنا عاوز أقطع حوالين الصورة فقط. وبعد كده هضغط على سند، طبعا هنا هضغط سند بالشكل كده وبختار الفورس. هنا اخترت 33 لأن الخامة دي تقيلة قوي، انا جربت ب31 وبرضو كانت تعبانة شوية في التفريغ اللي خليت السرعة اقل حاجة. وهبدأ اضغط على سند، خليكم معايا. طبعا قبل ما اضغط على سند لازم ابدأ في تركيب الخامة الفينيل. طبعا هي دي الخامة بتاعتنا زي ما احنا شايفين شكل الفينيل العادي، الوش من هنا تحس ان هو محبب شوية. دي خام مادة الترانسفير اللي هي المادة اللاصقة، هبدأ هنا اني اثبته في الكتر بلوتر بتاعي. طبعا هو عامل لي هنا علامة بيانية لازم ان انا التزم بيها، هضغط على تحميل بالشكل ده كده. وبعد كده هرجع انا للكمبيوتر وهبعت له سند وهضغط يس. طبعا كده الحرارة وصلت ل360، فهنبدأ ان احنا اول حاجة بنكبس الخامة. 360 بالنسبة للمكبس اللي هو بالفهرنهايت، لكن لو بالدرجة المئوية من 180، درجة مئوية 180 بالفهرنهايت هيبقى 360 زي ما احنا شايفين من 350 ل360. هبدأ اكبس قطعة الفينيل اللي هو بكبسها لمدة 8 ثواني فقط بالشكل ده، 1 2 3 4 5 6 7 8 كده. دي أول حاجة طبعا هسيبها تهدي بس، وبعد كده هسحب اسحب من النار واكبس. طبعا بتسيبها بس لما تاخد حرارتها شوية ونبدأ نسحب. اللي حصل طبعا ان انا قطعت بالكتر بالوتر، وبعد ما قطعت السمك بتاعها برضو تخين، فممكن يكون لان انا جايب الكتر جديد فلسه مش عارف اتعامل معاه، او هي عايزة ضغط اكتر من اللي انا عملته. ده اللي حصل بالنسبة للضغط، لكن يعني حتى لو الواحد يقطع يدوي خامة بتقبل الطباعة سبليميشن بالجودة العالية جدا، دي في حد ذاتها حاجة عالية جدا وكويسة جدا. هنبدأ نسحب الايه الأرضية اهو زي ما احنا شايفين تطلع معانا. طبعا البياض واللمعان حاجة جميلة جدا جدا، دي بعد ازالة الجزء الشفاف. هنبدأ نكبس تاني وهنحط قطعة الورق اللي هي مطبوعة صبيش. طبعا انا بستخدم الورق ده الروز لانه ليه يعني المده
راجل عليه عامل زي ما تجيش كده، فما تقبلش ان هي تلزق على حاجه يعني، فدي بتكون كويسه عشان ما تلزقش على زميل. استنى لما الحلقه توصل 360 نبدا نكبس الموقع التاني. سيبها لمدة مفروض نص دقيقة علشان تبرد، وبعد كده هنبدأ نسحب بره. طبعا النتيجة أنا طبعا يعني مش أول مرة هستعملها، أنا مجرب قبل ما أسجل الفيديو حاجة في منتهى الروعة. مستنيتش نص دقيقة، النتيجة دي مش موجودة في البني المستورد، في البني اللي قبل كباس الانيميشن المستورد اللي انا جبته ما وصلش للنتيجة دي. النتيجة بصراحة رائعة رائعة. العقبة الوحيدة ان هو تعبني شوية في التقطيع بالكتر بلوتر، فاضطريت ان انا اطير، ولو هو مقطعش بكتر بلوتر يكفيني ان انا اطلع النتيجة دي حتى لو اقطع قناة الفينيل دول. طبعا الخط اللي انت شايفينه ده خط مكوى بسبب الخط اللي هو الرياء بتاعت الفرن. طبعا نتيجة عالية جدا جدا. الحاجة الجميلة ان النوع ده من الفينيل يعني ارخص من الفينيل العادي، ودي بقى الحاجة الممتعة. يعني نسبة السحب يكاد يكون 100%، الورقة بيضت. ده أنا هكتب تفاصيل الخامة دي وموجودة فين في صندوق الوصف أسفل الفيديو، لكن طبعا النتيجة مبهرة جدا. يعني أنا بصراحة دلوقتي أقدر أقول إن أنا أقدر أطبع على أي خانة قماش على أي شفت بأي لون وغسيله، يعني ده شغل غسيله. أي حتى عنده سؤال أو استفسار يسيبه في تعليق أسفل الفيديو وإن شاء الله أرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.